الحين جوي جميل تعباني انا حدي غير كل شيء اصير كل هبة عندي انا تبي تكنولوجي عندي حجي تابعني انا وبس سياسة بس عيارة حدي يلا مساء الخير شباب بنات كل اللي قاعدين يتابعونا ولهت عليكم وايد جاذرينج مشاهدينا فيسبوك وتويتر كلكم شلونكم شخباركم اليوم الثلاثاء اكيد اكيد عندنا حلقه وايد حلوه هي مشكله صايره فاحنا نحاول ان احنا نحلها بوجهه نظرنا واكيد كل واحد فينا راح يقول رايه وين كاميرا اثنين اوكي فاكيد كل واحد فينا فاكيد كل واحد فينا راح يقول رايه وجهه هذه كاميرا اثنين هذه كاميرا ثلاثه هذه كاميرا أربعة زين واحد وين؟ هذه ماكو واحد واحد راح اكيد راح ناخذ ارائكم بالفيسبوك راح ان شاء الله هالكم يوم راح ندردش وياكم بالتويتر موضوعنا راح يكون وايد حلو اكيد ما راح نبلش فيه بالسيجمنت الاول المايك عندكم شباب هالكلام انا خليه موجود هي قالت شباب يعطيكم العافيه يا شباب بنات يعني قالت شباب يعني انت شنو يعني لا وانت اشرت ما ادريش فيك والله ما ادري شو علينا حمود يعطيكم العافيه شباب بنات اتمنى الكل يكون بخير ما ادري وين اروح اتكلم شوي عن موضوعنا اليوم موضوعنا ظاهره بالعالم كله قال لمح ما قلته انت قلنا اوكي عادي عادي ما قلنا راح نتكلم بالسيجمنت الثاني اكثر مني يا كل محمد بالعافيه قلت له راح محمد انت اكل ما عليك مش انا راح بخرب شوي ما يصير كل ما نتكلم تهد الاكل وتدش عرض لان انت كله تدشين على انه عرض كذي داش الكوع مني وداش الكوع مني وداش الكوع مني فخلوني اسولف اكمل موضوعنا ظاهرة طبعا عالمية بالكويت قاعد يزداد اكثر واكثر ويا رب انه ما يكثر اكثر من كذي انه قاعد احنا نختنق قاعد نموت احنا كان انت سويت الشيء اللي بغيت اسويه في موتر والله تبيه لا وين انت حكي لا لا انت طلعت لوك يعني انت لوك لوك كمل كمل حمود راح فيك يعطيكم العافية شباب بنات حلقة اليوم يوم الثلاثاء موضوعنا راح يكون مهم وايد حمود قاعد يرقص موضوعنا اقدر اقول بدايته ولا لا بدايته دلع ونهايته ولا ذنبحت عليه انت شي خلاص قلت شو السالفه لا ما قلت لا لا احنا كلنا عارفين ان هذه الجمله تنقال عن هالموضوع لا لا كل هو كل شيء بدايته دلع نهايته ولا اذا كان شيء مو زين وقاعد نسمع احنا الدلع يعني كل شيء اول شيء يكون ياخذونه على غشمره وناسه مو دلع انه هو دلوع واحنا ما ذكرنا قال لمح الموضوع احنا ما ذكرنا الموضوع في اشياء وايد احنا نبلش فيها انه على وناسه وضحك ويلا رفيجتي يلا مثل الشباب يلا رفيجي شنو سوى ترى حتى البث يعني بعدين لا بعدين الصدق يعني يندبس بالشيء اللي هو سواه وما يقدر يقطع عنه مو شيء كذا شيء اتوقع الحين متابعين كل مشتاق بيعرف الموضوع يعني كل متلهب اي بس هذا راح يصير بعد ما انا ارحب لأن انا الحين ما رحبت اي اتاكد قول انت في فيسبوك مساكم الله بالخير شباب بنات شباب كاميرا اربعه اوكي مشكور شباب بنات مساكم الله بالخير طبعا انا قبل لا ابدي عشان لا انسى لان انا من قبل يومين ومطلوب مني هالتحيه طبعا قبل يومين مطلوب مني هالتحيه تحيه خاصه حق عبد الله الموسوي ان شاء الله تكون قاعد تتابعني لا مطلوب مني شيء حبيبتي وان شاء الله تكون وصلت التحيه وانا ما راح اقول لكم شنو موضوع اليوم ما راح لا قاعد يشوفني ما راح اقول لكم شنو موضوع اليوم بس راح اسلم حق حمود على ما انا اخلص هالبيتزا اللي ما راحت قولي لنا مش بسلم لك المايك حمود
وين مايك؟ رحبت اي هو خلص انت حمود رحبت؟ خربت عليك رحبت راح تكمل سرحيك بعد؟ يلا شلون اشاركوني انا بقول حمود حمود قول الموضوع انت ما رحبت لا رحبت انا رحب اوكي عشان تشاركوني انا بالفيسبوك عشان تشاركوني انا مساكم الله بالخير شباب طبعا مثل ما اول لا محمد لا كذي لا لازم شو يعني اليوم حلقه طبعا هذا ترحيب حقي يعني هي رحبت وخلصت بس عبالها تاخذ البرنامج كله فاحنا هني خمسه فلازم الخمسه احنا نرحب لازم احنا الخمسه نتكلم ما يصير اسرار فوقي انت مو قاعد تقول حق محمد انت تتكلم محمد لا فوقك بعدين هذا اسمي شوفي حمود مكتوب حمود على العموم حمود يا حماده يا ناس يا ابو دم وسكر زياده حمود تايم حبيتين لكم زين محمد شوي لو سمحت لحظه نطري كل الفيسبوك يقدرون يشاركون ويانا يقدرون يدزون لنا شيء يدزون لنا عباراتهم يرسلون لنا يتواصلون معنا واسرار اليوم ما في اسرار اليوم اوكي عشان تشاركوني انا بالفيسبوك عندنا جاذرينج شو او على تويتر @جاذرينج شو فالحين راح يسولفون كل واحد فيهم شنو سوى اليوم وشنو صار معه اليوم وشلون صار وياكم بالاخبار اللي صار امس اول انا تبين تقولين انا يعني كنت قاعده اموت قاعده نازل حاليا بالاخبار انت تموتين بس امس ما فيني شيء ليش ابي اطول عمر ان شاء الله شفت شلون متى بالاخبار بالاخبار ابالي متى صدق لكن مغبر حمود ولا يعني والله لا جميل هذا بس امس قاعد تقولين عن الناس رار بس امس امس ما سويت شيء بس انا تميت قاعده بالبيت شيء بس الاخبار كان اخف من الويكند يعني اخف بوايد يمكن اليوم ما في شيء صح؟ لا اليوم ماكو شيء امس الجو كان وايد حلو بعد ترى واليوم هم حلو اليوم الجو كان وايد حلو وامس الجو وايد كان حلو بالليل الحمد لله يعني طاح الاخبار بس علشان يعني يمكن نفس ما قالوا ساعات الاخبار يصير غضب ما ادري اذا صدق ولا لا غضب؟ غضب انا من وانا صغيره دكتور حمود امس قاعد يقول لي شغله والله الوالده قالت لي ما ادري صدق جد ما ادري ان الاخبار يقول لك النعمه من رب العالمين ان في حشرات بعد الشتاء سمعنا صح ولا ما وين اروح انا بعد الشتاء حشرات ينزلون اوكي حق الارض وهذا يكثرون حشرات الاخبار يموت الحشرات هاي نعمه من رب العالمين يعني ها ما المعلومه جت لي صح ما ادري شوف ما ادري انا ما ادري الرطوبه بعد تموت حشرات على فكره انا سامعه فيها بس صح ما ادري يعني كل شيء يعني الله سبحانه وتعالى قاعد يسوي لنا اياه ترى له نتيجه يعني ماكو شيء يضرنا بس انا سمع ما ادري اذا صدق ولا لا يعني قالوا ان كثره يعني؟ الاخبار هي غضب من الله ما ادري يعني اذا صدق ولا لا بس ما اتوقع لان آه اكيد الاخبار يعني شيء يعني من قوه الاخبار صح نفس ما تقلت تقتل بكتيريا حشرات ينزلون حشرات يكثرون فالاخبار موته حتى يقول في مختبرات انه اخذوا حشرات كانت ميته اختبروها شافوا انه شنو داخلها تراب حصن شيء كل شيء متوفي يعني صح بعدين احنا كل اسبوع عندنا اخبار الحمد لله ما في شرط غضب من الله ايش قاعد يسوون الناس اذا كل اسبوع عندنا اخبار في معلومه حلوه انا قريتها شلون الواحد يتعامل مع الاخبار شلون شنو الواحد يتعامل مع الاخبار لا ما يحط بنزين هذه النكته السخيفه اللي دزوها انه يصير بخصمات لان كل مره يدزونها وانا ما ادري يعني مو ناويين يغيرون السالفه لا ان اول شيء لازم تحط كلينكس او فوطه فيها ماي اربع يعني بين اربع دقائق خمس دقائق تحطها على خشمك علشان انه تقدر تقتل البكتيريا اللي موجوده هذه كانوا يعلمونا اياها ايام مدرسه تغسلون وجوهكم بين يعني نص ساعه وساعه يعني كل ما نشوف ماي نغسل وجهنا في ماي بارد نحاول كثر ما نقدر نحط الكلينكس في ماء عشان الماء يدش داخل فلما نستنشق ماء ما نستنشق التراب حلو اي هذا من المعلومه المعلومات لا يصير فيه تصفيه هي هذه نفس فلتر احسن من البكتيريا فهي ان تمتص كل الشغلات البكتيريا والتراب يعني تمتص ما ما نتنفس الماء لا انا قصدي ان الماء اللي يحوش البكتيريا اللي داخل اوكي يمكن انت ما فهمتي ولا احد فاهم بس مو مشكله انا فاهمه انا فاهمه شو تبي تقولي انا قاعد اقول لك هذه من ايام مدرسه الله اكبر انزين فالشيء الاهم من هذا كله انه لما الواحد يقوم من النوم ياخذ قفشه عسل علشان تقتل البكتيريا اللي بصدره كلها سواء في ربو ولا ما في ربو فهذه معلومه وايد حلوه محمد صح؟ وايد حلوه سووها مشاهدينا انا اقول اليوم طبعا حق فيهم ربو خلي يجربون يسوون اصرار انت ما شاء الله عليك صراحه الاحمر ماخذ منك حتى يعني صايره جميله جدا انت والكير اللي الستايل هذا يعني واجه عليك شكرا وانت بعد شروق شكل الصبغه شعرك اليوم انت كل ما تشوفني تقولي والله روح فجاه مدح انت من الاسبوع اللي طاف وتقولي صبغه ما ادري تذكر ولا لا لما كنت حلو اليوم فيكم ما ادري البنات محلوين اليوم زياده مو صايره بعد عمري حتى شريف اليوم قصتها شريف عيني عليك ما ادري اليوم انت يعني صراحه الستايل
ما شاء الله ليش؟ اليوم موضوعنا مدح مديح. لا لا انتم حمود حتى حمود ما شاء الله اليوم انا عاجبني ستايله كلنا حلوين اليوم حمود شورته حلو اليوم ما شاء الله عليك يعني اليوم مصفر على محمر على مخضر كل شيء اليوم الوان غريبه حمود احمر شورت وردي البحر زفت تعال قوم شورت لك شورتين هني تعال بروح بحر بعدين حركات زين بخصوص الناس اللي الحين قاعد تنزل البحر اي صح الجو حلو لا لا شنو هذا احلى شيء لا يبي له هذا لا 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 تقولي لي لا شوفي الكويت كلها ننزل البحر شوفي لحظه لا 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 مو تعال هي انت سالفه تعال يصير لك كحلي قولي انا سويت تعال شوف هو انت ليش محتره على بالنا الناس عندهم طراريد وعندهم جتات قاعد ينزلون اخوي عادي. عنده طراد وعنده جت عادي يعني اقدر هذا إيه اخوك عنده طراد وعنده جت ليش ما قاعد ينزل يعني عادي اقول لك اخوي وبعدين يعني حمود الجو زين اصلا شوف انت شنو الشباب هذول اللي عندهم طراريد جتات في عندك ناس قاعد تنزل تلين مكاين الطراريد مالتهم الحين صدق والله يلينون المكاين عشان شنو عشان لانه صار له فتره طويله اساسا انا ما تحكيت عن الطراد شوفي خلينا نتكلم والجتات هم الجتات انا تحكيت عن البحر عن البحر شيء حلو الشمس من كثر ما هي جميله الشمس اصلا ودك تقط هدومك كذي بالبلكونه وتقعد تشرب لا يبا تو الناس ترى والله يعني والله يعني من كثر ما الشمس جميله يا اخي انا انصح كل واحد يطلع بالشمس الحاره الجميله هذه يقط هدومه ويقعد باي زاويه تتنتن لا يبا سيروا يا اخي سيروا نفس مخرجتي شريفه الامراه التان وياها بالجنطه وباي تصوير تقوم تدهن نفسها لا يعني انا احس ان تو الناس تصور وهي حاطه التان مشافيح التان نطروا شويه يعني خلي الجو شويه يتعدل اصلا اخبار الهواء يخنق ليش زعلانه ليش زعلانه بالليل برد والظهر حر ليش زعلانه ما اقدر اسوي تان لا انا قلت ليش زعلانه ما اقدر اطب بحر لا ما تقدري زين سمعت انت اساسا ممنوعه من البحر ليش منو قال ممنوع السنه اللي طافت منو قالوا سمعتي منو لا اذا بطب بحر اطب بحر اطب باحترامي واطلع باحترامي اقول اسمع اقول مالك شغل لا سمحت والله اقول رجاء اخوي لا حد يطاري خلوه على صوت ها ترى ما ارضى مشكوره يعني انت سمعت لا دي طاري اخوك تقولين يعني لا اخوي لا تجيب طاري اخوي لو سمحت اخوي خلوه مرة الموضوع احنا قاعد نتكلم عن البحر عشان لا يسمعك وين القناه تكسر الاستديو على الناس سعيد منحة من البحر اليوم ما في سنه هذه تقعد بالبيت انا قاعد اقول لكم الجو تو الناس على البحر تو الناس يعني نطروا على الاقل شهر خمسه اخر اربع شنو مو على كيفك هذا الجو شنو هذا الجو مو على كيفك جو صفري اخبار بلا صفري بلا اخضري الجو جميل بعدين من سرور السود يعني لونهم قول لي صفري اذا انت قاعد تتكلم هو قاعد يتكلم عن جتات ترى جتات حتى بالشتاء يسوون هو الموضوع مو جتات وطراريد انا معاها ترى بالموضوع لانه مو انت غلطانه انت غلطانه كنت باخذك وياي تان بس مشكور ما ابي انا لما اسوي تان بسوي مع انا قلت اسوي تان فوق هم على بالهم فاهمين الموضوع انه مبشر حمود كنت باخذها معي تسوي تان كنت جايب لها دهن خام ومو عيد تعرفون الدهن قلت لكم عنه يعني كان كنت جايب لها دهن سيايير بس شغل خطير هذا شو يسمونه يصبغ بسرعه هذا دهن عداني شو اسمه لا دهن عداني شكو بطبخها انا تان شو اسمه يا شريفه زيت اخضر هذا على طول تسيري سلاح نينجا دهن وكاله هذا؟ دهن وكاله؟ هذا دهن وكاله انا عشان بلين مكانيتها احسن انواع الزيوت شلون افهم هالمواضيع ترى انا هذه للحين مقتنع فيها وما ابيها حمود انا اقول دام بحر وانت بناجر ثلاثين خلينا نطلع فاصل ونواصل يبيها لا صح يصير لا وانتو اسمع بس لا شروق اي اوكي شروق بسك عاد شروق من امس لا شروق من اليوم لا من امس والله العظيم راح يجي كومنتات عليك كومنتات حلوه نغت الشهرين تتلمعين اوكي بنات شباب ما بنلمعكم على كيفك بنات شباب ردينا لكم من عقب الفاصل هل ما تحويل موضوع الحلقه اليوم حولنا غيرناه ترى ها انا غيرت موضوع الحلقه انت وايد ناويين على شر شنو اوكي لا صدق راح نتكلم موضوع وايد مهم احنا ما راح نذم احنا ما راح نمدح احنا راح نتكلم اليوم عن قصة شاشة بوجهة نظرنا احنا قادرينج وشنو يعني راينا بالموضوع اوكي حلو التدخين عادة وايد مو زينة سواء شيشة سواء سجاير سواء سيجار ما ادري ايش اسمه الدخان عموما المهم الدخان بحد ذاته مو زين اوكي بنتحكي عن البنات وبنتحكي عن الشباب اوكي راح نبلش بالشباب اوكي الشباب من زمان شنو الشيء اللي يخلي الواحد يدخن من وهو صغير؟ هل هي عادة؟ هل هو يبي يحس نفسه انه هو ريال؟ هل هو يقلد ربعه؟ هل هو يشوف ابوه يدخن فالسبب يرجع على ابوه؟ انت حركتي كل شيء قولي نسال احنا انا قاعد اسال احنا نبي نتناقش بس احنا خلينا نتحدث انت قولي يلا اعطيني يلا انت الشباب انت شو انا راح اقول لك انا كنت